تسلل على تل الحار. الله اكبر. تدافع دباب على سفح تل الحارة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ها هو الان تل الحارة تحت ضربات ابطال فرقة فلوج حوران. خليكم طمني. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. هذه ضربات الحماس. هذا ما أشر لك عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لواء المهاجرين والأنصار تحرير تل الحارة. تم وضع بإذنه تعالى تحرير تل الحارة بالفصائل الجيش الحر لواء المهاجرين والأنصار وعدة فصائل أخرى. قديم الزلزال حوران تقوم باغتنام عصابات الأسد. قديم الزلزال حوران التابعة لفرقة تحرير دمشق. أمر شباب ضباط جيش الحر على ظهر التل. الله أكبر العزة لله. لواء الفتح من الفرقة 69 قوات خاصة معركة الفجر والليالي العشر. الله أكبر العزة لله. وهي مدينة الحارة شامخة تحت أيدي أبطال. هذه الأبطال التي حررت تل الحارة من عصابات الأسد وقواته وميليشياته. الله أكبر. هذه الغنائم التي غنمها أبطال الجيش الحر من أيدي الأسد وقواته. اغتنام شركة مضاد طيران فرقة فلوجة حوران. الله أكبر على تحرير تل الحارة ومدينة الحارة وملاحقة عصابات الأسد الفارين من البلدة. هي دشم الأسد بعد تحرير حاجز الجديرة. الله أكبر عزة الله. ها هم الثوار يقومون بتمشيط. الحمد لله تم تحرير حاجز الجديرة بعد تحرير تل الحارة ومدينة الحارة. الله أكبر. ها هي غنائم نظام الأسد المجرم في تل الحارة بعد تحريره. الله أكبر على عزة الله.